What do women want? فلوس، هدوم، مكياج. بلعب جيمز على التليفون كتير جدا، مينلي هابي كولر عشان بتعلم منها ازاي الون اللوحات الفنيه، وكاندي كراش بالهبل. الحاجه التانية بطبخ، بقعد اقرا كتير. تالت حاجه محدش يعرفها ان انا كنت زمان بركب عجل كويس جدا، دلوقتي مش بعرف خالص، فابتدي اتعلم من غير ما اقع واتكسر تاني. حاجات اللي انا بعملها كلها بتدور في اطار واحد، اطار الفن، ومحدش بيعمل حاجه جوه فن ده الا لما يكون بيحبها وعنده شويه موهبه فيها. انا بعرف اكتب، بعرف شويه امثل، بعرف شويه اغني، بعرف انتج، بعرف اقدم برامج. مفيش حاجه جديده عليا ومفيش حاجه انا مارستهاش قبل كده، بالتالي كل حاجه ليها عشقها الخاص بيها. يعني انا الحقيقه الفتره الاخيره دي قررت انه الشركه تدار بمجموعه من الشباب الجداد اللي عندهم طموح وعندهم علم في الاداره وفي الماركتنج وهكذا. كان على راس هذه المجموعه هو الاستاذ عمر الخواجه ابني، لانه عنده خبره كبيره جدا في مجالات كتيره من البيزنس. وبالتالي برضو انضم لنا احمد صبيح مدير عام الشركه، وكاميليا عسقلاني مديره الماركتنج. يعني بقى معايا تيم جديد شايف الدنيا بعين اكثر ثقافه واكثر درايه، وبيساعدنا احنا الجيل القديم. مش معناه انه القدام اللي في الشركه يدورهم اختفى، بالعكس احنا بيساعدونا في اننا نكمل المسيره القدام بشكل متحضر اكتر. فمن الأفكار اللي طرحها أستاذ عمر الخواجة إنه نفتح في الأقاليم، لأنه هي مدن فيها حضارة، فيها جمهور مثقف جدا، واعي جدا، مطلع على كل حاجة، فما بقاش في فرق بين العواصم والأقاليم، نفس مستوى الثقافي بقى واحد. وبالتالي كان القرار إننا نفتح في الأقاليم، نوصل للناس لحد عندها، الناس تشعر بولاء وانتماء للمكان اللي احنا بنفتحه لأنه في بلدهم. فده اللي ابتدينا في بنها، ما واجهناش مشاكل خالص، لأنه أصحاب المول واللقاء قائمين على المول شركة السلام وكده عندهم رغبة شديدة في انه هذا المشروع ينجح، بما فيه السينما والملاهي والمحلات والمطاعم وكل حاجة واصلة لأهل بنها. يعني انا اكتر حاجة بتفرحني اللي بيشتغل في موضوع السعادة ده، لانه السعادة ده قرار، سواء انك تسعدي نفسك او تسعدي الاخرين هو قرار. دايما اقول انه الشخص المحسن بيفرح هو وبيسعد هو اكتر من الشخص اللي هو احسن اليه. الشخص اللي بيقدم سعادة للناس او راحة بال او طمأنينة او امل في المستقبل هو نفسه بيكون سعيد، بيسعد نفسه الاول. فبالتالي الحاجات اللي احنا بنقدمها، يعني فرحة مصنع جديد بيفتح، فرحة مطعم جديد بيفتح في عينين اصحابه، فرحة نجم كان بقاله فترة ما ظهرش واستضفناه، كل دي حاجات بتسعدني أنا جدا جدا. يعني فأنا الحقيقة أنانية في الحتة دي، نعم، ما لأسعد في نفسي وبس. What do women want? فلوس، هدوم، مكياج، شعر، بواريق، يعني كل